طيب احنا قلنا ان في بعض في ورش الصيانه، طبعا احنا عندنا مادتين، ماده الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه واحد، وورشه الصيانه بتاعتها وورشه الصيانه واحد، دول المادتين. الماده الثالثه الخاصه بالموضوع ده كانت اجهزه كهربائيه والكترونيه اثنين، وقلنا ساعتها ان ان شاء الله الترم اللي جاي هيكون ورشه الصيانه بتاعتها اللي هي مع الدكتور علاء، عشان الناس كتير جت وسالتني قالت لي حضرتك بتدينا ماده واحد مادتين مش ماده واحده. ما احنا قلنا كده الكلام ده في اول الترم، قلنا ان كل اجهزه كهربائيه والكترونيه لها حاجه اسمها ورشه صيانه، وقلنا ان اجهزه كهربائيه والكترونيه واحد ورشه الصيانه بتاعتها اللي هي ورشه صيانه واحد الترم ده، انما اجهزه كهربائيه والكترونيه اللي بتاخدها نظري مع الدكتور علاء ورشه الصيانه بتاعتها ان شاء الله الترم اللي جاي. وقلنا الاختلاف بينك وبين شبكات ان بتاع شبكات بياخد المعمل بتاعه من اماكن مختلفه من مواد مختلفه، انت ماده واحده بس المعمل بتاعها اللي هي ورشه صيانه، ودخلنا بس فيها كانت تجربه واحده بس الدكتور علاء حب يديها، دي تجربه ايه؟ دي تجربه السخان. فان شاء الله استكمالا لما بداناه في الاجهزه الكهربائيه الدواره، وبداناها بالمراوح وبعدين دخلنا بالخلاطات، ودلوقتي هنشتغل على الفاكيوم كلينر المكانس الكهربائيه، ان شاء الله بدايه من المره الجايه هنبدا ناخد على الاجهزه الكهربائيه الغير دواره بس اسمها اجهزه كهربائيه زي المكوه وزي السخان، خلاص البويلر او الكاتل يعني، وزي الهيترز عموما اللي هي الدفايات يعني، خلاص. وان شاء الله بعدين نبدا نتقدم شويه، وبدل ما ناخد اجهزه كهربائيه، هي طبعا اسم الكورس اجهزه كهربائيه والكترونيه، فاحنا هنبدا اجهزه كهربائيه والترم اللي جاي ناخد اجهزه كهربائيه، والترم اللي بعده هنبدا ناخد في الاجهزه الالكترونيه، ونبدا ندخل في الشاشات والموبايل والحاجات دي. امتحان الورش هو في اللائحه؟ في اللائحه. المفروض ان الماده دي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واحد دي معروف إن هي المادة النظرية، فدي ليها من الترم وليها أعمال سنة. إنما مادة الورش للصيانة واحد دي المفروض كان اللائحة بتاعتها تكون عملي فقط، مادة عملي فقط، بس اللائحة محطوطة على بتاعتها إن هي عملي ونظري، فبالتالي ليها من الترم، خلاص؟ فهي ليها من الترم، هيجيب لك أسئلة نظري. الأسئلة النظري دي عبارة عن زي ما اقول لك انا في حاجات قدامك، او الصوره اللي قدامك دي صوره خاصه بانه جهاز ايه ده؟ انت شفته في المعمل وفكيته مثلا. طب الجهاز اللي قدامك ده نوع الموتور فيه ايه؟ كذا كذا كذا. طيب لو انا بكتشف وانا حطيت مثلا لمبه السيريا، او انا حطيت الاميتر على اطراف، واجيب لك ثلاث اطراف مثلا من بره ظاهرين، واقول لك الطرفين لقيت كذا وطرفين كذا وطرفين كذا، تفتكر مين فيهم رقم واحد ده يعتبر الاوكسلري ولا المين ولا ده الجراوند؟ زي ما كنا بنعمل بالظبط بخطوات ايه؟ خطوات التعرف على اطراف المروحه، سواء كانت مروحه ستاند او مروحه ايه؟ او مروحه مكتب. خلاص؟ اجي اقول لك مثلا في الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه واحد على نفس الجهاز بالظبط، اجيب لك اسئله نظري بقى. المكثفات فايدتها ايه مثلا في المراوح؟ طب المكثفات فايدتها ايه في اليونيفرسال موتور؟ وهل اليونيفرسال موتور فيه مكثف ولا لا؟ طب الكومبيتيتور هل في كومبيتيتور في السنجل فيس؟ وهكذا اسئله من النوع ده اللي اصلا كده كده خدتها في المحاضره وبتلاقيها في البي دي اف. خلاص يا شباب؟ نعم؟ في كده وفي كده. اللي هحس ان هو سؤال صعب كده الانجليزي بتاعه يكون صعب هحطه بالعربي. خلاص؟ او احط لك الترجمه يعني في ال طيب نبدا نتكلم نكمل ان شاء الله النهارده على ايه؟ على المكانس الكهربية، وهناخد فيها الكونستراكشن ونظرية العمل والأنواع وبعض الأعطال الشائعة فيه. خلاص؟ طيب الكونستراكشن طبعا بتاعة المكنسة الكهربائية إن هو بيكون فيها حاجة رئيسية اللي هي الموتور، وباقي الحاجات بتخدم عليه. الموتور هو اللي بيعمل الشفط اللي بيحصل، الموتور هو المسؤول عن الشفط. خلاص؟ طيب او معنى صح المروحه هي المسؤوله عن الشفط، بس المروحه مين يحركها غير ايه؟ الموتور. وفي القاعده اللي بتثبت فيها الموتور، وبعدين فيها ايه؟ الكونتينر. الكونتينر اللي بحط فيه
الدست اللي هي اللي بنسميه الفلتر التراب يعني، او مش فلتر اللي هو الكيس، كيس المكنسه يعني. البليدز طبعا البليدز دي المروحه اللي بتبدا تعمل اصلا ضغط، هنشوف بعد شويه بتعمل ازاي، بتعمل ازاي ضغط. طبعا الشفط بيكون ازاي، بيكون ان مسار الهواء لازم يكون الداخل، فبالتالي الموتور ده عكس موتور المروحه مثلا. موتور المروحه السقف ان هو او مروحه الاستاند، هو مهمته انه بيبش الهواء للخارج عشان يحرك لك الهواء اللي في الغرفه، انما ده بيشفط الهواء ايه اللي في الخارج عشان يسحب مع الهواء، يسحب ذرات الغبار او الاوساخ. طبعا يكون الشفط عالي شويه عشان يبدا يسحب، لو في بعض المكانس مثلا بتشفط حاجات الحديد والمسامير والحاجات دي على حسب قوة الشفط بتاعها. وقوة الشفط غالبا بتلاقيه متعبر عنه في السوق هي كم واط؟ 1600 واط، 1400 واط، 2000 واط. مكنسة برميل؟ لا مكنسة عادية، خلاص. لا مكنسة بورتابل، على حسب. الموتور، واحنا قلنا الموتور هو بيديني الباور اللازمة لتحريك الريشة اللي بتعمل لي خلل بالضغط، فيبقى في ضغط بره مختلف عن ضغط جوه، فايه اللي يحصل؟ الهواء دايما ينتقل ما بين مكانين فيهم ضغطين مختلفين لازم، ودي حركه الهواء في الكون. حركه الهواء في الكون تعتمد على ان في ضغط، في اختلاف في الضغط. لو كل الضغوط ماشيه سيمتريكال زي كده هتلاقي مفيش ايه، مفيش خالص اي هواء بينتقل، فالهواء بينتقل من اختلاف ضغطين. نعم، من الضغط هو بيحاول يعادل العالي مع الواطي، فبينتقل من ضغط الى من ضغط المرتفع الى الضغط الى الضغط المنخفض. الفانه دي هي اللي بتبدا تسحب، تعمل سكشن للهواء اللي جوه الموتور عشان تفرغ الهواء لبره. فاول ما تفرغ الهواء يفضل في المكان ده يحصل خلل بالضغط او يحصل انخفاض بالضغط، فيحصل طبيعيا بالفطره كده بالطبيعه اللي عملها ربنا ان في بره ضغط جوي وجوه ضغط اقل من الضغط الجوي، فالهواء ينتقل من بره لجوه حسب قوه شفطك، ويعمل فرق ضغط بين بره وجوه. فهي اللي بيعتمد عليها قوه سحب الهواء، فهي اللي بيعتمد عليها انت هتسحب حاجات تقيله ولا حاجات خفيفه. مثلا المكنسه الكهربائيه اللي بتشتغل على وهي نفسها المكنسه الواحده ممكن يديلك فيها ليميت سرعات، سوري، يديك فيها كنترولر. الكنترولر ده بيعمل ايه؟ بيتحكم لك في قوه الشفط، بيتحكم لك في سرعه المكنسه او سرعه المروحه، وبالتالي قوه الشفط. وتلاقي برضه في مكانس خاصه بالستاير صغيره خالص البرنامج وشفطها اقل بكتير. الناس اللي فاتحه الموبايل بتصور، محدش يصور يا شباب. فانت عندك الضغط بيتحكم على حسب عايز تسحب ايه. المكنسه البرميل مثلا بتلاقي ضغطها عالي، المكنسه اللي بتاعت الستاير بتلاقي مثلا ضغطها منخفض. الكونتينر او بنسميها الباك اللي هي شنطه الادربه او الكونتينر بتاع الادربه، ده طبعا مسؤول عن ان هو يعمل ايه؟ هو احنا قلنا فكره العمل ايه؟ ان انا بسحب هواء داخل المكنسه وارميه بره. طيب لما بيحصل خلل لحظيا، الهواء اللي بره بيدخل جوه المكنسه عشان يحل محل الهواء اللي انا سحبته. فالهواء اللي داخل المكنسه داخل باتربه، فالاتربه دي لو انا سبتها تدخل جوه المكنسه هتتملي، او حاسين لما تدخل على الموتور وتاثر هتتملي، صح؟ ولو فيها دست كبيره كده بحجم كبير ممكن فعلا تدخل على الموتور تعمل درجنه في اي مكان، فانا محتاج ان انا اجمعهم عشان كل شويه ارميهم. انا دي الفكره بتاعتي، ده لما بكنس واعمل بالجاروف خلاص انا بحطه في كونتينر جوه عشان اشيله، يبقى سهل ان هو يتشال، اشيله وافضيه وابدا احط تاني وافضي وهكذا. فلازم حاجه تجمع فيها ايه؟ الادربه. اتفضل يا دكتور. طريقه السحب، هو الهواء بيقل، الضغط بيقل مع دخول في مروحه مش بتعمل بوش للهواء، لا بتسحب الهواء وترميه في ظهر المكنسه. فطالما سحبت هواء من جواها فبالتالي الضغط اللي جواها بيقل. طب كده هتشعل الحاجه اللي احنا مشطوطه، هتتشعل الماسوره اللي بنسحبها. الضغط قل في الاول مش قادر، بس بنسحب الحاجه من اول الضغط بتاعها بنسحبها، وجيت الضغط اللي هو الداخلي معلقه جوه مش قادر يسحبها. قل حد فاهم محمود بيقول ايه؟ لا لا وضحنا. انا اللي فهمته الاتي،
لو في مثلا حاجه اتربه حجمها كبير شويه واتسحبت معايا من المكنسه ودخلت جوه اه الضغط بيقل كده هتتشعل مش قادر يشيل ده لا لا ايوه تمام تمام فهمتك فهمت الضغط اللي بيحصل بعد الكيس فكده كده هي هتكمل مسارها لغايه لما عايزه تعادل المكان اللي بيحصل فيه خلل في الضغط اللي هو بعد الكيس اصلا الكيس بيمنحها ان هي تروح لايه تروح للمكان ده عشان كده بتعلق فيه هنشوف الفيديو بتاريخ العمل بعد شويه فهي بتعلق فيه لو فعلا خليت الضغط قبل الكيس مش هيوصل اصلا للكيس صح هو المروحه بعد الكيس الفلترز والفلتر هنا انا بتكلم على الفلتر يعني فلتر ايه يعني فلتر ميكانيكي مش فلتر كهربي احنا عندنا فيه فلاتر كهربية الفلتر اللي بيمنع النويز الكهربية ده فلتر كهربي او البير مع بيمنع التوافقيات او الهارمونيكس لسه ما خدتوهاش انت يعني فده فلتر كهربي هنا فيه فلتر ميكانيكي ففلتر ميكانيكي تتوقعه فايدته ايه بيمنع مش للموتور الفلتر انه هواء اللي هو خارج عشان مش انا ابقى بروح اجمع تراب من تحت اروح انصره في باقي الغرفه الناحيه الثانيه طب ايه الفايده خلاص فهو بيكون فلتر عباره عن مراحل احنا عندنا الكيس الاولاني بتتفلت به بعض الذرات او بعض الاتربه الصغيره فبحط حاجه اسمها بري فلتر خلاص وبعدين بتتفلت به بعض الذرات الثانيه فبحط حاجه اسمها بوست فلتر وفي الاخر الفلتر فهو على حسب ايه حسب تصنيع المكنسه فيبقى الفلتر ده على مراحل الداخليه انا لما بغير التراب بتاع الكونتينر بتاعي الباك بتاعي اللي فيه الدست اللي فيه الغبار او التراب بس ما انساش ان انا مثلا اجي مثلا حسب استخدامي طبعا المكنسه بس على الاقل كل شهر تيجي تشوف الفلتر وتنظفه زي ما هنشوف في فيديو بعد شويه زي فلتر التكييف بالظبط فلتر التكييف برضه ممكن تلاقي التكييف شغال والكمبرسور ما فيهوش اي مشكله وتلاقي اصلا مش بيبرد ليه محتاج جست حاجه بس بسيطه خالص ان الفلتر يتنظف شويه عشان اداؤه ايه اداؤه يزيد النوزل دي ده اللي هو ايه هتلاقي في المكنسه فيها الدراع كده او فيها خرطوم متوصل ما بين الجسم المكنسه اللي هو فيه انحناء اللي هو ده وهنا ده فليكسبل فده بيتشكل عادي خالص زي ما انت بتطويها انت بتلفها انت بتمشي بيها فيتفرد انما ده بيكون ايه جسم ثابت ده ايه فائدته ده فائدته بيتعمل بشكل ميكانيكي معين عشان يسرع الهواء اللي داخل عشان يسرع ايه الهواء اللي داخل فاي حاجه بتعمل على تسريع الهواء بنسميها نوزل في الميكانيكا نوزل عشان كده بعض التصميمات الحديثه في المباني يقول لك ايه يعمل لك مدخل المبنى من قدام يعني عامل كده بحيث يبقى من قدام عالي ومن لما يدخل الهواء لمدخل البوابه يبقى ايه يبقى مايل شويه ناحيه مدخل البوابه ليه عشان الهواء يكون في الاول سايب مساحه كبيره وبعدين يشوف مساحه صغيره فيبدا ايه فيبدأ يسرع طبقا لقانون ثابت في الميكانيكا اسمه A1B1 بيساوي A2B2 بيقول لك ان الـ A في الـ B ثابت فانت لو زودت المساحة في أول الخرطوم خلاص وبعدين أول ما بدأ يدخل الهواء صغرت المساحة يبقى دي مساحة أقل يبقى دي مساحة أكبر ودي مساحة أقل طيب طالما طالما A1 أكبر من A2 طبقا للمعادلة دي مين يكون أكبر B1 ولا B2؟ B2 فيبدأ يدخل إيه؟ أو ينسحب بسرعة إيه؟ بسرعة كبيرة بيعملها كده عشان يسرع إيه؟ بالإضافة للشفط بتاع المروحة أنا برضه هعمل لك النوزل ده عشان إيه؟ عشان يسحب أكتر طيب الهاندل أو الكنترولز طبعا الكنترول اللي بيحصل فيها بتلاقي فيها كنترول البوش بوتن اون اوف وبتلاقي فيها احيانا حاجه مغير ايه مغير سرعه الباور كوردز طبعا الكابل الكهرباء اللي هو بيتسحب تدوس عليه بالسوسته يروح يتسحب انتوا شفتوها في المعمل في ناس وفي ناس لا اعتقد
ماشي. على العموم انتوا المفروض الترم ده سوري الاسبوع ده تكون تكمله للبلندرز والفاكيوم كلينرز. يعني الاسبوع اللي فات خد البلندر بس، المفروض الاسبوع ده بياخد بالفاكيوم كلينر، او العكس اللي هو مشى على الاثنين الاسبوع اللي فات هيمشي عليهم تاني الاسبوع ده، عشان يبقى كل واحده خدت ايه، خدت اسبوع. خلاص. طبعا الويلز او الكاسترز دي اللي هي العجلات اللي بتتحرك عليها ايه، العجلات اللي بتتحرك عليها إيه؟ طيب كنا قلنا في المحاضره اللي فاتت، لا اللي قبلها، لا اللي قبلها من شهر، كنا قلنا ان النوع الخاص بالمكنسه هو نوع من النوع سنجل فيز اندكشن ولا اليونيفرسال موتور. اليونيفرسال موتور زيها زي ايه، زي الخلاط بالظبط. يعني هتلاقي فيها كوميتيتور ولا ما تلاقيش، تلاقي فيها كوميتيتور، هتلاقي فيها مكثف ولا ما تلاقيش، هتلاقي فيها مكثف. انتوا محدش فتحها في المعمل خالص وشاف فيها مكثف. ليه المكنسه فيها مكثف؟ رغم ان احنا قلنا المكثف ده فايدته في حاله زي المراوح اللي هو سنجل فيز اندكشن موتور مثلا، تنعيم لايه؟ طب ونعيمه ليه؟ لان اللي داخل كده كده اي سي بيسرع الحركه. هي في سببين ثلاثه انتوا قلتوهم فعلا، هنشوفهم بعد شويه. فايده المكثف في الحاجات اللي اصلا يونيفرسال، المفروض ما يكونش فيها مكثف. هل حد شاف في الخلاط فيه مكثف؟ لا. هتلاقيها في المكنسة. خلاص؟ لا فيه. مش كل المكنسة، مش كل المكانس. في مكانس عشان في بعض الأغراض فبيحب يظبط كهربيا حاجات، هنشوفها بعد شوية، فبيحط مكثف. يبقى نوع الموتور في المكانس، نوع الموتور في المكانس يونيفرسال موتور. ويونيفرسال موتور يعني فيه كوميتيتور ولا مفيش؟ والكمبيوتر عشان تدخل له كهرباء لازم محتاج براشز. في نوع اخر من المواتير اللي موجود، احنا الموتور ده شفناه في اول السنه اسمه براشلز دي سي موتور، بس عدينا عليه سريعا كده، شفناه في الفيديو بس ما شرحناهوش ليه. براشلز دي سي موتور ده هناخده ان شاء الله في اخر الكورس برضه. البراشلز دي سي موتور من اسمه كده براشلس، يعني ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش براشز، ما فيهوش ايه؟ براشز. وبالتالي البراشز اللي كانت فايدتها انها تدخل كهرباء للكوميتيتور، فاكيد هو ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كوميتيتور، بس ستيل ان اسمه اي سي ولا دي سي؟ دي سي. يبقى الاستثناء دلوقتي انا عايز اختبر المكنسه عاده يوصل مباشر السلك بال، هنشوف بعد شويه توصل مباشر ما توصلش مباشر براحتك خالص، بس هنقول ليه ما توصلش مباشر. ما عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول يكون عندك في المعمل او الورشه ادجستبل اي سي سبلاي. يعني ايه؟ تبدا بجهد صغير خلاص وتحطه على الحاجه اللي عايز تختبرها، ولو اشتغل تزود الجهد حبه حبه لغايه لما تشوف ادائها ماشي ازاي، او بلمبه السيريا. ويقول لك لمبه السيريا احيانا يقول لك الفني حط لمبه 200 واط، حط لمبه 100 واط على حسب الحمل، حسب المقاومه بتاعت الحمل. ليه؟ لمبه السيريا دي زي ما اتشرحت لك في المعمل، هي كل فائدتها انها بتعمل حاجتين. بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. فاولا هي لمبه بيان، يعني انت طالما مرر تيار هي هتنور اللمبه، معناها ان الحاجه دي مش محروقه. وخلي بالك زي ما حصل معاكم ان ممكن الحاجه دي تكون موتور خلاص ويكون جافش مثلا، فانت لو حطيت عليه الفولت مره واحده ممكن يحصل له ايه؟ بدل ما مثلا الراجل اللي ناصح في البيت او ست البيت اول ما لقيت الموتور زرجل معاها وادها زنة فصلته وقالت اوديه للصنايعي عشان ما يتحرقش، فما يجيش الصنايعي يطلع اغبى ويحط عليه فولت عشان يختبره يحرقه هو. فايه اللي يحصل؟ يا اما تحط فاريبل سبلاي اي سي وتبدا او دي سي طبعا على حسب، وتختبر او تختبر بلمبه ايه؟ بلمبه السيريا. لمبه السيريا بتاخد جهد كبير من ال 220 موجود على اللمبه، والباقي اللي هو ايه؟ موجود على الحاجه اللي عايز تختبرها، فداخل عليها فولت صغير وفي نفس الوقت في لمبه بيان. خلاص؟ طبعا احنا بنقول ممكن نلغي لمبه السيريا خالص ونعمل ايه؟ ونختبر الكلام ده كله باستخدام ايه؟ الافوميتر. واتكلمنا على الكلام ده في المحاضره، وانتم المفروض اختبرتوا بالافوميتر فين؟
المعمل او المالتي ميتر يعني. خلاص كان ده سؤالك. تمام يبقى احنا في نوعين، الاثنين الاثنين دي سي موتور. واحد دي سي موتور فيه كوميتيتور، واحد دي سي موتور ما فيهوش كوميتيتور. اللي ما فيهوش كوميتيتور بالتالي مش محتاج ان انا ادخل على الروتور حاجه، ده انا هحطه من بره ايه، هحطه من بره ايه براشز، مش محتاج ان انا احط له براشز، عشان كده بنسميه من غير براش براشلس. خلاص عشان كده هتلاقوا المحاضره قبل فاتت في حاجات قلنا عليها حاجه اسمها براش موتور وبراشلس موتور، فقسمناها وقلنا احد التصنيفات ان البراشلس دي سي موتور ده ما فيهوش براش، وانما الحاجات الثانيه كلها في الدي سي براشز اللي هي سيريز كومباوند شانت سيبريت كلهم دول فيهم ايه، فيهم براشز. المكنسه الكهربائيه بتشتغل ازاي؟ زي ما احنا قلنا حكايه كله بتعمل كلها على ان في مروحه بتعمل خلل في الهواء في الضغط الجوي، فالضغط الجوي طالما في خلل بيبدا انتقال او حركه للهواء، فبعمل خلل جوه الضغط جوه الموتور، فبالتالي بقلل الضغط بتاعه عشان يبدا انسيابيه الهواء تكون من الخارج الى الداخل، تاخد معاها ايه؟ تاخد معاها التصريف. طيب نبدا نشوف فيديو. طبعا احنا قلنا في انواع، في فيرتيكال وفي احنا قلناها المره اللي فاتت، احنا قلنا انواع الباكيوم كلينر قبل كده، يبقى في جاي في سلايد كده. تمام اول ما ابدا احط التيار، طبعا هم عندهم 120 احنا عندنا 240، اللي هو 120 يعني 110، 240 يعني 220. أول مروحة، المروحة بتشتغل تبدأ تسحب الهواء، فبالتالي تسحب غبار معاه لأن وزن الغبار قليل، فيبدأ يتكون في الكونتينر والهواء يطلع من الناحية التانية. عشان كده يهمني الهواء اللي طالع إن هو يكون هواء نقي قدر الإمكان، يعني ما يكونش فيها تربة. عشان كده بيتحط ايه؟ فلتر يمنع التراب حتى الناعم جدا ان هو يطلع تاني للغرفة. طبعا دي الغيارات بتاعة الشفط على حسب فرش رول هناخدها. طبعا هو بيقول لك ان البراشز دي الفرش اللي بتبدا تتحرك دي عشان تجمع التراب بتبقى رول، فيها رول بتبدا يعني بتتحرك. لو مش بتلف معناها ان ممكن احد الاسباب الشائعه ان ده البنت ده يكون اتقطع، ان السير ده يكون ايه اتقطع. طيب احنا قلنا الموتور اغلبه بيكون يونيفرسال، في بعض يونيفرسال يعني دي سي برضه، دي سي او اي سي، في بعض الانواع بتكون دي سي بس ما فيهاش براشز فبنسميها براشز دي سي موتور. خلاص الفرق بين النوعين في اليونيفرسال موتور، اليونيفرسال موتور ران ات هاي سبيد ولو ستارتنج تورك عالي والحجم بتاعه صغير ولايت ويت،
فبالتالي المكانس الصغيره وبالذات البورتابل بتاعت الستاير والحاجات دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي اللي فيها يونيفرسال افضل ولا هتلاقي فيها البراشلس؟ لا هتلاقي فيها اليونيفرسال. ليه؟ لان هو وزنه خفيف وكومباكت يعني حجمه صغير وليه سرعه ايه؟ ليه سرعه عاليه. بس هو نويزي ولو رننج افشنسي، فبالتالي هو بيشتغل مش فترات كبيره، فبالتالي هتلاقي الافشنسي بتاعته ايه؟ الافشنسي بتاعته صغيره. بس مش مهم، احنا قلنا في الخلاطات في المكانس الحاجات دي مش بتشتغل طوال اليوم، فمش بيهمني خالص حكايه ايه؟ حكايه ان يكون في رننج افشنسي عاليه. لا عادي لو رننج افشنسي صغيره دي اكسبتبل، لان كده كده مش بتشتغل فتره ايه؟ فتره طويله. نيجي للبراشل دي سي موتور، الافشنسي بتاعته عاليه. ديورابل يعني ايه؟ ديورابل يعني ممكن يشتغل لفترات زمنيه طويله باداء زي الفل. خلاص؟ ان مشكلته بس ان هو ايه؟ ان هو كوستي. فانت لو عايز حاجه هتشغلها لفترات طويله، مثلا المكانس الكبيره اللي شغاله في الفنادق ولا الاماكن الكبيره الضخمه اللي هي فيها مساحات كبيره وبتشتغل طول اليوم مثلا كاس، فهات ايه؟ هات من النوع اللي هو البراشلس ايه؟ البراشلس دي سي موتور. ليه؟ لان الكفاءه بتاعته ايه؟ الكفاءه التشغيل بتاعته كبيره، فبالتالي مش هيعمل لك مخاطرات كتيره، فبالتالي الباور اللي داخله هتستفيد بمعظمه. خلاص؟ ديورابل يعني ايه؟ مش هيبوظ معاك بسرعه، لان ساعات التشغيل بتاعته هتلاقيها ساعات كبيره جدا، هتلاقيها بالالف ساعه مثلا. انما هو مكلف طبعا. في الناس اللي بتشتغل على الـ على الـ على الكوست مانجمنت يقول لك لا، الحاجات الغاليه اللي تشتغل فترات طويله وتعيش هاتها احسن من الحاجات اللي تبدا تغيرها ايه كل شويه. يا دكتور، هو النوع ده برضه كده مش بيشتغل في الدي سي بس؟ النوع ده دي سي بس، عشان كده بيبقى فيه نوع من دايره الريكتفاير يعني تبدا تغذي الموتور. اهو انواع الباكيوم كلينر. تمام. الباكيوم كلينر فيه انواع اللي بتكون الانواع الرئيسيه اللي زي كده، ابرايت باكيوم كلينر. خلاص. و في نوع تاني اللي هو اللي موجود في البيوت، ده النوع العادي خالص اللي موجود في البيوت. وفي حاجات اللي بنسميها ستيكي كلينر او ستيك باكيوم كلينر، دي الحاجات اللي بتكون بورتابل والكيس موجود جواها فوق اهو مش تحت، يعني بتكون سهله الحمل شويه. وفي حاجات بنسميها الهاند هيل. الهاند هيل اللي هي ايه؟ الفرق بين دي ودي ان دي بسندها على الارض وامشي بيها. خلاص؟ انما دي بورتابل شويه، اخف شويه، فممكن انا امشي بيها على ايه؟ امشي بيها على مفرش، امشي بيها على ستاير، اقدر اشيلها شويه، انما اللي تحت مش محتاج ان انا اشيلها، انا بس شايل ايه؟ شايل الكونتينر بتاع الدست. خلاص؟ والموتور ودايس عليها وانا ماشي. الباب بتاعتك اهو هنا، الباب هنا هنا اهو. اللي تحت دي لا بتشيل هنا اهو، والهواء بيطلع من هنا، والموتور بتاعها دي يعني بيشتغل بالدي سي، يعني هو كده كده يونيفرسال يعني، وبيكون فيها بطاريه عشان هي تكون بورتابل، تشحنها وتمشي بيها في اي مكان. خلاص؟ او توصلها بسلك، الاثنين شغالين معاك. عايز تاخدها برضو احيانا بتتوصل بالعربيه، تاخدها توصلها بالعربيه، تنظف العربيه لو حابب تكون صغيره اصغر حبه يعني، وتوصلها اما بالولاعه العربيه او البطاريه اللي من بره. في الحالتين فهي بتسحب 12 فولت دي سي. في روبوتك باكيوم كلينر، اكيد حد شاف على اليوتيوب اللي الروبوت اللي بيكنس ده او بيشتغل في البيت. معجب بيه؟ شيل ايدك من على كتفه. شيل ايدك. شيل ايدك من على كتفه وتحرك كده شويه وسيب الموبايل اللي تبص فيه ده، فرنقعوا عن بعض عشان الموبايل بس. اتحرك يا باشمهندس، اتحرك. بس فيش موبايلات؟ بتقرأ سورة ياسين يعني؟ طيب، روبوتك فاكيوم كلينر ده اللي هو بيبقى شغال ايه؟ اللي هو الروبوتك بيشتغل ايه؟ اوتونوموس. اوتونوموس يعني منه النفس ذاتي يعني. في حاجات سنترال فاكيوم كلينر. سنترال فاكيوم كلينر دي اللي هي ايه؟ اللي هي في الحاجات الكبيره ممكن يحط لك زي الدكتات بتاعت الدش، زي الدكتات بتاعت الكهرباء. انت هتاخد بس البتاع ده وتروح تتمشى بيه، كل ما تروح لاوضه توصل
تكنس، وهو بيجمع مع نفسه فين؟ بيجمع مع نفسه في كيس مركزي زي التكييف المركزي بالظبط، نظام الكنس المركزي. خلاص بس دي كل الانواع. طيب حتى الان في اللي فات حد مش واضحه بالنسبه له نظريه عمل المكنسه الكهربائيه؟ طيب نبدا ندخل على الشغل المهم، الاعطال الشائعه في الفاكيوم كلينر. واحنا بنتكلم هنا على اخطاء على الاعطال الشائعه، فبنتكلم عن الحاجات اللي هي كومون بين معظم الناس، انما في حاجات بتكون الفنيين بيتعرضوا لها مره في السنه، مره خلال مسيرته المهنيه مثلا، فدي مش هنتعرض ليها. طيب الفاكيوم كلينر ممكن تلاقيها عطلانه او مش بتشتغل، او شغاله بس كفائتها قليله، او شغاله بس مش بتقضي الوظيفه. كل دي اعراض للاخطاء الاتيه. حد يجي يشتكي الاول يقول لك ان هي ايه؟ لوس اوف سكشن، يعني ايه؟ يعني مش راضيه تسحب اي غبار، شغاله بالزن بالزن بس مش بتسحب لي اي غبار. فقلنا دي فائدتها ايه؟ دي مشكلتها ايه؟ في اي حاجه سد الماسوره مثلا بتاعتك ممكن، او الكيس نفسه مليان، فبالتالي المروحه اللي ورا الكيس عماله تسحب في الهواء عشان تعمل خلل، بس للاسف كانه مسدود بالنسبه لها، فمش عارفه تعمل خلل في ايه؟ في الهواء. او ان هي بتعمل خلل والهواء عايز ينتقل من بره لجوه، بس تلاقي فيه مسارات بتاعته اللي كان بينتقل فيها زمان كانت مفتوحه، لا اصبحت مغلقه بفعل ايه؟ ان كيس الاتربه مليان. او الماسوره اللي بتسحب هواء دي نفسها في حاجه اتحشرت فيها، او اتجمعت فيها حاجات، او في حاجه كانت منديه مثلا واتجمعوا ورا بعض، فانا فصلتها بعدين بدات تلزق في الجدران بتاعه الماسوره، وبدات ايه؟ بدات تسيب مسار صغير بس للهواء، فبالتالي الكفاءه بتاعتها بتقل فما بتسحبش تراب. ايه تاني؟ المروحه نفسها اللي من جوه ممكن تكون مش قادره تدفع لبره الهواء اللي بيعمل اصلا خلل، تلاقي الكيس فاضي، تلاقي الماسوره ما فيهاش اي مشكله، تلاقي بس الفلتر اللي طالع لبره ماله؟ الفلتر مسدود، فبالتالي انا عمال ادفع في الهواء مش عارف ادفعه لان الفلتر مليان اصلا اتربه، فالفتحات اللي بينفذ منها الهواء ايه؟ مسدود. طيب في بعض الاخطاء الاعطال ان الموتور ايه؟ الموتور مش راضي يدور اصلا، فمش راضي يدور اصلا، فممكن يكون حصلت مشكله فين؟ حصلت مشكله في الموتور، والله في وايندنج اتقطعت، في برش مش عارفه توصل للكوميتيتر جوه، في برش اتبرت، في سلكه اتقطعت اصلا من الفيشه اللي بتتحط، فكلها انواع من انواع ايه؟ انواع الكومون مالفانكشن. البرش رول ايشي؟ البرش رول مش هي البرشز الموجوده فين؟ في الموتور، لا دي البرشز الرول البرشز الفرشه اللي بتلم ايه؟ اللي بتلم التراب. ممكن يحصل فيها مشكله مثلا عشان كده ما بتلمش تراب. فاحنا نقول ان المشكله دي ان ممكن تكون ما بتلفش، عشان احيانا زي ما شفنا في الفيديو ان السير بتاعها يكون ايه؟ يكون مقطوع، او ان الفرشه نفسها دي عايزه تتغير، لان هي لما بتلف مش بتلمس السجاده عشان تاخد منها التراب، لا بتلف على الفاضي لان الشعر بتاعها ايه؟ اتاكل مثلا. الباور كورد بروبلمز، الحاجات الخاصه بان الباور اصلا الالكتريكال مش داخله ليه؟ مش داخله ليه؟ المكنسه، فبالتالي المكنسه مش هتشتغل. ولا الزن ولا اي حاجه، ولا ان ادائها هيضعف، لا هي كده مش هتشتغل، سواء حصل موتور فيلير او حصل ايه؟ او حصل باور كورد بروبلمز. هنشوف واحده منهم. سويتش اند كنترول مال فانكشن، انا بقول ان المروحه دي مش شغاله تسرع، هي شغاله على سرعه واحده او شغاله على ضغط واحد بس. قد يكون السويتش اللي انت بتغير منه اتكسر من جوه مثلا. خلاص او المقاومه متغيره انت شغال عليها دي ايه؟ حصل فيها مشكله. فبالتالي مش هتديك غير سرعه واحده بس اللي هي ثابته عليها وانت مش عارف اصلا تغيرها. او ان بقول ان في كهرباء داخله، لا اله الا الله. او بقول ان في كهرباء داخله بس الموتور مش شغال، لان ممكن يكون في ان السويتش اللي انت بتدوس عليه البوش بوتوم ده الريشه بتاعته فصلت.
فبالتالي مش بياخد ويدي معاك، او السوسه بتاعته فصلت عمال تضغط عليه وهو ايه وهو بينزل لتحت مش راضي يطلع لفوق مثلا، خلاص. فبنقول دي عيب في ايه؟ عيب في السويتش، فتغير السويتش. طبعا الاعطال الخاصه ب الكلوكس او الهوس او النوزل، الحاجات دي كلها لغايه لما توصل للكيس، دي حاجات عرضه ان هي تتسد او تتكسر. يعني لو انت عندك الدراع اللي فيه الخرطوم اللي بيتوصل للمكنسه فيه قطع، فده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك تنفيس للضغط الجوي. يعني ايه؟ انا المروحه عمال اسحب الهواء اللي جوه المروحه عشان اعمل خلل في الضغط، فبالتالي الهواء اللي بره يدخل من بره لجوه عشان في خلل في الضغط. الاقي في بعض الهواء يدخل من هواء من بره لجوه، وبعض الهواء يطلع في الفتحه اللي مكسوره دي واللي انا مش واخد بالي منها. فكده الهواء اللي بره بدل ما كله داخل، لا، في جزء منه طالع من فوق وجزء منه طالع رايح للمكنسه. فبقول ان المكنسه ايه؟ المكنسه ما بتسحبش كويس، خلاص. ليه؟ لان كده في تنفيس، كده مش عارف تعمل فرق الضغط، لان كده الفتحه دي بتعادل شويه من الضغط. فانت اللي تعمل فرق ضغط مثلا 2/10 ولا 3/10، تلاقي دي مثلا عامله ضغط، مثلا بتحس ان في ضغط 1/10 بس. ليه؟ لان في 1/10 حصل فيهم تنفيس في الفتحه او الكسر اللي بتتكسر. فمهم جدا لو اتكسرت اما تلزقها كويس، تلف عليها حاجه تكتمها كويس، او تغيرها. البلت ممكن البلت نفسه يحصل فيه مشكله زي ما قلنا في حاله البراشز، او اوفر هيتنج بيحصل تسخين. ولو حصل تسخين في المكنسه والمكنسه لقيتها بتسخن، ده ممكن يكون بسبب ايه؟ تمام. انتوا كلكم قلتوا حاجات ميكانيكيه، فعلا ممكن تكون حاجات ميكانيكيه بادئه من ان هي ممكن تكون الماسوره مسدوده وانت عمال تحمل عليها، فهي عمال تضغط فمش عارفه، فبتضغط حاجه اكبر بدل ما كانت بتسحب هواء وتسحب اتربه، عماله بتسحب حاجه مسدوده، فده بيعمل حمل اكتر عليها. واحنا قلنا الحمل اكتر يعني تورك، والتورك العالي يسحب تيار عالي، والتيار العالي تبقى اي تربيح في ار، واي تربيح في ار تفقد على هيئه حراره، والحراره بتزيد. فنخلي بالنا ممكن الموتور يتحرك او الفلتر، برضه حاجه ميكانيكيه. او يحصل ايه؟ ان ممكن تبقى البراشز نفسها فيها ايه؟ فيها خلل، فعماله ايه؟ تشرس. دي لو كانت ايه؟ لو كانت بتبعد شويه عن الايه؟ عن الكوميتيتر. ده ممكن تكون هي ضغط على الكوميتيتر، فالكوميتيتر شايف ان في حمل اضافي، مش الحمل ان هو عايز يعمل سكشن في الهواء بس، ده كمان عايز يتغلب على الاحتكاك اللي عاملاه البراشز بالخطا. فممكن ساعتها يعمل ايه؟ ممكن ساعتها تعمل حمل اضافي عليه، تسحب تيار اكبر فتسخن، خلاص. او ان الكوميتيتر نفسه يكون فيه كسر، فيجي وهو بيلف في حته معينه في اصلا ريشه منه طالعه، فيجي في حته معينه البراش تدخل يروح يحمل عليه اكتر على بال ما يطلع منها ويلف تاني ويرجع لها تاني، فكل شويه بيعمل ايه؟ بيعمل ترك اضافي، خلاص. وده طبعا كده على المدى القريب خالص هتلاقيه برى البراشز وخلاها ايه؟ وخلاها بس اتصدمت، خلاص. طبعا احنا شرحنا الموتور ده وفكناه في فيديو كامل، الموتور اللي هو خاص بالمروحه، لما كنا بنقارن بين السنجل فيز اندكشن موتور وبين اليونيفرسال موتور او الدي سي موتور. طبعا احنا قلنا دي كراسي التحميل، في واحده من هنا وفي واحده من هنا. كراسي التحميل اللي هي بنسميها البيرنج، وفي الكوموتيتور. الكوموتيتور ده بيعمل ايه؟ الكوموتيتور ده بيدخل الكهرباء من هنا ومن هنا على الروتور، الروتور اللي هو بيلف يعني، او كل ما بنسميه ايه؟ الارميتشر، خلاص. الارميتشر ده عباره عن اسلاك داخله جوه فتحات، وبمشي بجسم المكنه كلها واطلع واوصل كل الاسلاك دي على ايه؟ الكوموتيتور. بحيث الكوموتيتور وهو بيلف بيلمس البراشز دي، مره يدخل لبدايه الكويل موجب ولنهايته سالب، وهكذا يفضل يلف، وانما البراش الثابته. وهو بيلف بيدخل الكهرباء كل شويه على ايه؟ على كويل مختلفه عشان تبدا كل الكويل في ايه؟ سيبه.
عشان يبدا يدخل الكهرباء على بدايه ونهايه الكويل بوزيتيف او نيجاتيف على حسب. طيب الفيلد كويل اللي من بره كده كده داخل لها كهرباء ثابته، الفيلد اللي من جوه زي ما قلنا برضو ان هو بيلف، فبالنسبه للبراشز لو هنا داخل لها موجب وهنا داخل لها سالب مش هتتغير، يبقى الاستاتر من بره ناحيه داخل لها موجب وناحيه داخل لها سالب برضو مش هتتغير، يبقى البراشز على اطرافها مش بتتغير الكهرباء والاستاتر اللي من بره على اطرافه بتتغير الكهرباء. امال ايه اللي يتغير؟ اللي بتتغير الكويل اللي من جوه بتاعه الروتور. ليه؟ لان كده كده الكوميوتر بيلف، فمره بدايه الكويل متوصله من هنا وما بتتغيرش، نهايه الكويل متوصله مختلف عنها ب 180 او متشفته عنها ب 180 ما بتتغيرش، بس ايه اللي بيتغير؟ مكانها. ليه؟ لان بتدور، فلما تدور مره تلمس البرش دي تصبح موجب والناحيه الثانيه تصبح سالب، كده دخلها الكهرباء في اتجاه، ولما تكمل 180 درجه اللي كانت هنا تنتقل هنا وتصبح ايه؟ وتصبح سالب. خلاص؟ ويبقى داخل لها كهرباء في الاتجاه العكسي، مره كهرباء داخل لها كهرباء في اتجاه ومره داخل لها كهرباء في الاتجاه العكسي، فبتغير القطبيه كل 180 درجه. ليه؟ لان احنا قلنا من صفر ل 180 بيلف مثلا مع عقارب الساعه، فانا عشان يلف من 180 ل 360 مع عقارب الساعه لازم اغير القطبيه بتاعت الاستيتر او القطبيه بتاعت الروتر. خلاص يا شباب؟ عشان كده عملت اصلا الكوميوتيتور، وقلت الكوميوتيتور ده يعني حاجه ده بتدخل كهرباء على الروتر، وعشان هو بيلف لو وصلت معاه سلك فالسلك هيتقطع، فعشان كده وصلت معاه براشز. طيب يا دكتور يعني ايه لو يلف؟ ماشي، ده سؤال مهم حلو خالص. لو انا وصلت زي اللي قدامي كده موجب وسالب ولقيته بيلف مع عقارب الساعه، عارف بنعمل ايه ساعتها؟ نخلي ده سالب وده موجب، يبقى عكسنا ادي ده سالب وده موجب. بالنسبه للروتر ما فيش اي اختلاف، هو ما شافش اي اختلاف لانه كده كده الكوميوتيتور بيعكس له، بس الستيتور ماله؟ الستيتور هو اللي ايه؟ هو اللي القطبيه بتاعته اتعكست. لو رجعت لل مش معانا المحاضره دلوقتي، المحاضره اللي عملناها في الاول خالص وقلنا ان في لو عندك نورث وعندك ساوس ولو بتحط مثلا هنا، فدي مثلا لو كانت زي كده متمغنطه على ان دي نورث ودي ساوس، ايه اللي يحصل؟ يلف معها ولا عكس عقارب الساعه؟ عكس. لا عكس، صح. طيب لو انا عملت كده، حطيت واحد هنا وخليته ساوس وواحد هنا وخليته نورث، ايه اللي يحصل؟ يلف معه العكس عقارب الساعه. نرسمها تاني بنفس القطبيه، لا اختلاف في الروتر، ايه اللي اختلف في الاستيتر بس؟ يلف معه العكس عقارب الساعه، مع عقارب الساعه. يبقى تغيير السلكين اللي داخلين على الاستيتر او على الموتور عموما، كده كده الاستيتر والموتور بيكونوا غالبا متوصلين يا اما سيريز يا اما شنطي يا اما كومباوند، وطلع لك بطرفين. لما تغير القطبيه بتاعت الطرفين اللي داخلين بتعكس اتجاه ايه؟ بتعكس اتجاه الحركه. خلاص يا جماعة؟ في مكثف انت بتصور؟ بتصور؟ هات موبايل تعال، هات موبايلك تعال، مش بتصور؟ اللي في المعمل في مكثف، واحنا قلنا لما تلاقي مكثف معناها ده اي سي ولا سي ولا دي سي؟ الدي سي مش محتاج مكثف لاننا كده كده الكوميوتيتور بيعكس لايه؟ القطبيه. فبالتالي كده كده نظريه العمل بتاعته بتعتمد على ان هي في بوش بين قطبيتين، النورث مع النورث يعملوا بوش والساوث مع الساوث يعملوا بوش، فيبدا يعمل عزم دوران. خلاص؟ الكلام ده مش بيحصل في حاله السنجل فيز اندكشن موتور، قلنا ان في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها روتيتنج فيلد. بعملها ازاي؟ ان انا اعمل تو وايندنج، اوكزيلري يومين، واحط مع واحد فيهم ايه؟ مكثف عشان يزود ايه؟ الشفت ما بين التركين، فيبدا يديني ايه؟ يديني ترك محصله عالي، فيبدا يزود لي الدوران. الاحظ ان المكنسه او بعض المكانس فيها ايه؟ فيها برضه مكثف رغم ان هي ايه؟ دي سي. طيب المكثف هو كده كده لا يونيفرسال موتور، يونيفرسال موتور، ومعنى يونيفرسال موتور يعني ينفع يشتغل في الاي سي والدي سي، وزي ما شفنا في الفيديو بتاع اليونيفرسال موتور المحاضره اللي فاتت ان احنا قلنا هو كده كده بيظبط مع نفسه،
اختلاف ايه؟ اختلاف الحركه. ارجعوا للمحاضره اللي فاتت وهتشوفوه. طيب يعني مش محتاج ان انا ادخل له دي سي اصلا؟ اه مش محتاج. اليونيفرسال موتور مش محتاج ان انت تدخل له ايه؟ ان انت تدخل له دي سي. يبقى ليه المكثف؟ اذا كان هو مش مسؤول، ما فيش اصلا اوكسيلري واير نجي يتوصل معاها المكثف. والحاجه الثانيه المكثف مش محتاج، مش بعمل توحيد للتيار عشان اقول في بريدج داخله مع الاي سي تديها فول ويف وبعد الفول ويف احط مكثف عشان تحول الفول ويف لدي سي. لا ما فيش الكلام ده. يبقى ايه فايده المكثف؟ ان هو ممكن يعمل باور فاكتور كوركشن، ان هو بيحسن الباور فاكتور خلاص عشان يزود لي كفاءه الموتور، او بيحسن الموتور بيرفورمانس الخاص بالتورك و النويزي بيقلل ايه؟ بيقلل النويز. نويز سبريشن، نويز سبريشن هنا لما بنتكلم على نويز فكده انا قلت لكم في حاجه اسمها فلتر ميكانيكيه وفي فلتر ايه؟ وفلتر كهرباء. ناخد غياب ولا مناخدش؟ طيب مشي ورقة الغياب بسرعة زي ما قلنا هتعلم صح بس على اسمك بس بسرعة بالله عليكم. طيب احنا قلنا في فلتر كهربي وفي فلتر ميكانيكي. فلتر ميكانيكي في المكنسة بيعمل ايه؟ بيشيل الدست. فلتر الكهربي بيشيل النويز. الفلتر الكهربي ده هو المكثف خلاص، بيشيل النويز. ايه النويز الكهربية؟ ان ما يحصلش اي انترفيرنس بينها وبين ايه الحاجات الكترومغناطيك ايه انترفيرنس، عشان ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش انترفيرنس او تداخل مع موجات الكهرومغناطيسيه الموجوده عندك في البيت، ايا كانت الموجات دي موبايل ايا كانت اي حاجه ثانيه. هو بيمنع التداخل ايه؟ التداخل ما بينهم عشان ما تاثرش على اداء ايه؟ على اداء المحرك. هو عشان هو بيتحط مكثف وموجود معاه مقاومه، هو بيستغل مقاومات الاسلاك. هي كده كده فلتر صغير بيستغل مقاومات الاسلاك او مقاومه الموتور. السيفتي او البروتكشن، المكثف بيمنع لك ان يحصل سبارك في الفولتج. يا اما الفولتج ده يكون فولت صغير وبعدين اصبح فولت عالي فيحصل فيه سبارك. السبارك اللي بيحصل في الفولتج فبنقول ان في حاجه اسمها دي في باي دي تي، وطالما في دي في باي دي تي فيحصل تغير كبير في الجهد، فالتغير في الجهد ده ممكن يكسر ايه؟ يكسر العزل. ومش كده وبس، ده بيولد تيار كبير. اي حاجه موصله وانت عازلها عن بعض، انا عازل الاسلاك عن بعض وعازل الوايندنج عن بعض، فممكن يحصل فيها حاجه اسمها سي دي في باي دي تي. الحاجه اللي عازلها عن بعض هي موصله ومعزوله عن بعض اللي هي كاباستنس غير المكثف اللي انا حاطه، فبالتالي بيديك ايه؟ بيديك تيار. هو المكثف بيمنع الدي في باي دي تي خلاص. ليه؟ لان المكثف بيشحن ويفرغ، فالفولت على اطرافه مش بيتغير مره واحده، لازم ياخد وقت في الشحن ولازم ياخد وقت في التفريغ. فبالتالي اي سبارك في الفولت هو هيقول له لا استنى لما اشحن شويه، استنى لما افرغ شويه. فبالتالي الموتور بعده شايف ان ايه؟ شايف ان كده كده الفولت متظبط. عن طريق ايه؟ عن طريق المكثف. طيب احنا هناخد عطل. لو جينا مثلا لوس اوف سكشن فدي معناها احنا زي نفس الاسباب اللي انتوا قلتوها، ان لما يبقى مفيش سحب للاتربه في المكنسه، ان يمكن حصل مشكله في الكونتينر بتاعه الدست، البلت نفسها في البراشز الفرشه نفسها اللي تحت اللي هي على السجاده مش بتلف فبالتالي ما بتسحبش هواء، او ان يكون الموتور نفسه ايه؟ الموتور نفسه فيه خلل فالمروحه اصلا مش بتدور. يعني ايه؟ يعني الموتور شغال وسامع صوته واصلا مش عامل كابلنج مع المروحه، فبالتالي مين اللي بيعمل الضغط؟ المروحه. المروحه اصلا مش شغال، تيجي تفكها وتفك الموتور وموصل عليه المروحه تلاقي المروحه ما بتلفش، الموتور بيلف. مشكله في الشفط، المروحه البيرنج بتاع الكابلنج بتاعها اتكسر فبالتالي مش متعشق كويس مع الشفط بتاع الموتور.
خلاص بتمنع الكلام ده ازاي؟ ان انت تعمل ايه؟ تعمل صيانه دوريه. تعمل ايه؟ صيانه دوريه. طيب هنشوف فيديو. دي مروحه وللاسف مش راضيه تسحب حاجه او ضع او سحبها ضعيف، يعني الاتربه الخفيفه مش راضيه تسحبها، تشغلها وتخليها على الماكسيمم تلاقيها بص الورق ده المفروض بالسحب دي بيتشفط، فدي سحبها ضعيف. فلازم تفكها وتشوف اول حاجه، اول حاجه لازم تختبر البتاع ده، لا تكون في حاجه مسدوده مثلا بتاع، هات كيس مثلا نحط الكيس على برجك وجوه البتاع ده وانفخ فيه، لو الهواء ماشي بسلاسه معناها ان هو ايه، ان هو ما فيهوش حاجه مسدوده، او تدخل فيه اي حاجه بس تخلي بالك تكون طويله تعدي منها. في بعض الناس يقول لك لا انا هحطه تحت الحنفيه مثلا خلاص وتدخل الميه من الناحيه الثانيه، منها ينضف ومنها بختبر. لا لو كان ما فيهوش اي مشكله ابدا اشوف المكنسه نفسها، افك الغطاء واشوف الكيس. هيشوف الفلتر. ده كونتينر السحب، واللي فوق ده كان الفلتر عشان ما يطلعش من فوق ايه. هيبدأ يفضيه وينظفه. طبعا هي الحاجات ممكن تكون احيانا الجو مندي، فالحاجات اللي بتيجي دي بتلزق، فهو عشان كده بيطلعها بايه؟ بيطلعها بفرشه. ولو في بلبر عندك بعدين ابدا ايه؟ ابدا اديله من الناحيه العكسيه هواء عشان يبدا يطلع ايه؟ الحاجات الصغيره برضه اللي لازقه فيه. او زي ما بتعمل في الفلتر بتاع التكييف بعد ما تنضفه كده بتعمل فيه ايه؟ بتحطه تحت ايه؟ تحت الميه، تحت الحنفيه. وينظف كل الحاجات التانية برضو. ماشي بينظف البتاع دي. عايزين نشوف هو اشتغل بعدين ولا لا. كده واضح جدا ان السكشن بتاعها زاد شوي. طيب الحاجة الثانية من الحاجات الشائعة ان ان المروحة ما فيهاش أي صوت. المروحة ما فيهاش أي صوت أو فيها صوت زنة ومش بتسحب. تاني المروحة ما فيهاش أي صوت أو فيها صوت زنة ومش بتسحب. ما فيهاش أي صوت فدي ممكن تكون أصلا مش وصل لها كهرباء أو إيه؟ مكثف. إيه؟ دي يونيفرسال. مش عايزين نغلط الغلطة دي. المكثف هنا ليه أغراض تانية مش منها إنه يعمل ستارتنج تور. طيب هو مش بتدور خالص. يا إما فيها مشكلة إن الكهرباء من بره أصلا مش واصلة لها أو السويتش برضو حاجه كهربيه، او ان البراشس فيها مشكله، البراشس مش مدخله كهرباء، او ايه تاني؟ الموتور نفسه اتحرك، فكده كده مش هي فكده كده مش هيدور، هو عمال يزن بس لانه هو مش عارف يدي ايه، مش عارف يدي تورك. مقطوع فمش هيزن. طيب لو انا مش راضي يسحب بس بالزن، والزنه معروفه الموتور بيزن غير لما الموتور يكون شغال، ده ليه صوت وده ليه صوت مختلف تماما خالص. فلما يزل زي كده معناها ممكن يكون ايه؟ عيب ميكانيكي. زي ايه؟ اكتر من اكتر الحاجات وهي كومن في كل المواتير انه يكون البلي بتاعه ايه؟ جاش، محتاج يتغير.
الكور اللي من جوه اتكسرت مثلا خلاص. احنا قلنا البراش رول ايشوز، البراش رول مش هي البراشز بتاعه الموتور، البراش رول هي الروله اللي بايه، الروله اللي بتكنس. طيب احنا لسه كنا متكلمين من شويه ان في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها النويز، النويز اللي بتحصل او ان صوت الموتور بيحصل فيه زنه. لو صوت الموتور حاصل فيه زنه فده غالبا بيكون بسبب، تعالوا نشوف فيديو رقم 4. الموتور بيزن، الموتور بيزن بس مش بيشفط، او الموتور بيزن زياده عن اللزوم وبيشفط، فدي بنقول ان الموتور حصل له ايه، نويزي. انما الثاني الموتور متزرجن، لان ممكن يكون البيرنج بتاعته مكسوره او ان الشفط بتاعه حصل فيه اعوجاج، فبدا ايه، فبدا يتعشق الاستيتر مع الروتر ومش عارفين يلفوا لانهم ملامسين مع بعض ميكانيكيا، واحنا قلنا ما ينفعش يلمسوا بعض ميكانيكيا، لازم يكون في جاب ما بينهم 3 ملم 1 ملم على حسب ايه، حسب الموتور والديزاين بتاعه خلاص. طيب حصل فيه نويزي، هو عمال يزن زنه يعني زنه مبالغ فيها، ورغم ذلك بيسحب، ممكن تكون ايه المشكله، هنشوف. هيبدا يفك، حد يقدر يقول لي لو انت سمعت الصوت كده عالي منه ورغم ذلك هو شغال ممكن يكون ايه؟ زي الخلاط صح؟ طب الجلبه دي فينها؟ بدل لا لا، الجلب دي مكانها فين؟ معلش اساله بس عشان هو الموتور ده الخلاط، الخلاط. طب ده ما فيهوش، ده مش زي الخلاط، ما فيهوش من فوق. لو انا بتكلم على مروحه اهو تحت المروحه اللي بتعمل سكشن، تمام، زي مروحه او زي سكينه الخلاط خلاص. يعني عايز تقول ان جلبه المروحه اللي هو ان الشفط مش متوصل كابلنج كويس مع ايه، مع المروحه، فالشفط بيدور بسرعه والمروحه بتدور ابطا، فبيحصل ما بينهم كركبه. ماشي، ايه تاني؟ البرش نفسها احتكاك بينها وبين ال، ممكن تكركب شويه برضه. في حاجه مشهوره كده، برضه صح، ان الاكس بتاع المروحه، الاكس بتاع المروحه اتعوج فبدا يخبط في الفريم اللي من بره، وبتحصل كتير خالص 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 في المراوح، المراوح الستاند. ماشي، هتلاقيه مكتوم، مش هتلاقيه يعمل صوت عادي، هتلاقيه مكتوم لو عليه رواسب. على الاكس، على الاكس، والصدى على الاكس يعمل ايه؟ ايوه يعني ليه؟ التراب اللي على او الاكس، الدست اللي على الاكس، او ان هو يكون اصلا مشحم شويه فترسب عليه شويه ترسبات، دي بتعمل يعمل ايه؟ يا ساعتها الموتور ممكن يسخن. لا هو ليه بيعمل صوت عالي؟ غير الاسباب اللي انتوا قلتوها والصحيحه. قالها محمود، ممكن تكون الكور اللي داخل البيرنج مش كلها ايه، مش كلها صالحه، حصل فيها تكسير، حصل فيها بري، ايا كان حصل فيها، فبالتالي بتعمل ايه، بتخلي الاكس مش مستقيم كويس. ده اللي هيحصل في الفيديو ده. السلام عليكم. شغال معاك. موجودين.
احمد مؤمن قاعد خلاص ماشي. امتحانات ماشي حاضر تمام ماشي حاضر. خلاص تمام ماشي خلاص ماشي تمام. حالاً حالاً شباب في تعديل صغير حصل في جدول الميدترم، فسيادة الوكيل بيبلغكم انه في تعديل هيتم خلال ساعتين، ومحتاج احمد مؤمن يتواصل مع دكتور سامح عشان يبلغ التعديل ده تبلغه لزمايلك. خلاص هو هيبدا يفك المروحه بدون تعليق، خلاص هيبدا يفك. طبعا ده الموتور يا شباب اللي احنا شفناه في الاول، مش احنا شفناه من المحاضرتين فاتوا وشفناه في المعمل برضه. خلاص دي المروحه، خلاص دي المروحه اللي بتسحب الهواء فتعمل سكشن وتطرده الناحيه الثانيه. طبعا ده البيرنج، البيرنج ده في الاساس الحته الحديد دي بتبدا بتكون ثابته ويلف بالنسبه لها ايه؟ بيلف بالنسبه لها المروحه او الشفط. طبعا ده مفك كهربي، هو لازم بيكلبشها عشان تبدا تفك، هيفك المروحه. وده الكيس اللي متثبت فيه البيرنج هيبدا يطلعه، تطلع معاه البيرنج. ده اصلا البيرنج اتكسر، وده اللي كان عامل مشكله ايه؟ وده اللي عامل مشكله كبيره، ان هو كان اصلا البيرنج من فايدته ان هو بيحمل ويحافظ على اتزان الشفط لان هو محسوب بالمايكرو. اتفضل يا شوف. ده ايه؟ قول تاني. الموتور المكنسه مفيش حاجه لا عليه، بس المهم قبل ما تشغله مباشر، هي الشكوى كانت ايه؟ هو ايه المشكله اللي فيه؟ ما كانش شغال خالص، ممكن يكون مزرجل، فيا ريت ما تدخلوش على 220 مره واحده. طب نعمل تحقيق بعد المحاضره شوف مين اللي حرق الموتور. طيب هو بيبدا يطلع الموبينه، الموبينه اللي هي الروتر يعني او الارمشر، هيلاقي في بيرنج الناحيه الثانيه برضو. طبعا هنا بيحط اي مزيل عشان بس يفك لو في حاجه. بيقول لك انا لما بدوس او لما بضرب هيضرب على السنبوله بتاعت الشفط بس، ما تخلي بالك ما تدوسش على اي حاجه من بره خاصه بالبيرنج او بتاعه. الراجل ده هيعاني عشان يطلع ال، لان للاسف هو مش بيغير الرمان البيل ده، الرمان البيل الناحيه الثانيه اتكسر من بره وفي بعض الحتت ماسكه لسه اهو. دي المشكله، هتعمل له مشكله دي. هيعمل ايه؟ يلم حته يلحم. ايوه هيعمل، هيحط صاموله زي كده ويحاول يعملها، مش هتنفع. بالشنيور صح، بالصاروخ. هو بيبدا يقيس لك، يعني بيقول لك انا بقيس الاوتر والانر دايمتر بتاع الرمان البلي. احنا مش مهم كل حاجه بنغيرها مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها هي الكود بتاعها كام. هو بس عايز يثبت لك ان اللي اتكسرت دي هي سيمتريكال زي دي، بس بيقول لك في بعض المواتير بتلاقي ايه؟ رمان البلي اللي من ناحيه مختلف عن رمان البلي من ناحيه ثانيه. مش كل المواتير بيكون فيها رمان البلي من ناحيتين ايدنتيكال زي بعض بالظبط. Thank you.
بص يا شباب، بص اللي حصل في الشغط. يعني بصوا كده، الحته دي اللي طبيعيه ولا الحته دي اللي طبيعيه؟ الحته اللي في النص اللي طبيعيه، صح؟ حتى فيها شرشره، انما الحته دي مالها؟ حصل فيها تاكل، خلاص؟ واضح جدا التاكل اللي حصل فيها، وبسبب ان الاكس ايه؟ الاكس ما اصبحش مظبوط. ليه؟ عشان اتكسرت الرمان البلي على الناحيه ايه؟ على الناحيه من الناحيتين، فاصبح الاكس مش مظبوط. لما الاكس مش مظبوط اصبح الروتر والستر بيخبطوا ببعض. بيقول لك ان في بجلاش، من بجلشه شويه، يعني هو بيلف، خلاص مش بيلف بشكل دوراني، كمان بيتحرك فوق وتحت عشان هي مبجلشه حبه يعني. فده اللي عمل ايه؟ ده اللي عمل تاكل في الارمتشه. جاب رمان بيلي جديده وقال لك بالمره وخد القاعده دي، طالما فكيت وهتغير رمان بيلي، هو كده كده مش غالي، فغير الاثنين بالمره، غير الاثنين بالمره. واجهته مشكله، هو عشان يغير اللي اتكسرت في بقايا ليها هنا، فعايز يطلعها. هيطلعها ازاي؟ هو الاول كان في مساحه كبيره عنده، فممكن يحط اي حاجتين او ايه بالزرجينه، يطلعها بالزرجينه. بس للاسف هنا ايه؟ الزرجينه مش هتنفع معاه، مش هتكلبش معاه، فهيحاول يعمل ايه؟ دي اسمها ايه يا شباب؟ كلابه. بتعمل ايه؟ بتكلبش. ممكن احطها واكلبشها واسيبها وافضل ايه؟ افضل ادق عليها لغايه ما تطلع بالطريقه التقليديه، يعني من غير زرجينه. هنشوف هتطلع معاه ولا لا. كده ضغط عليها مسكت. يبدا يدق عليها لغايه لما تطلع. ده السيكونس المعتاد، يعني ان انا بطلع بيه ايه. بس قد يكون الكسر اللي حصل عمل اعوجاج في الشفط بتاع الاكس بتاع الشفط او البتاع بتاعت البيرنج نفسها، فمش راضين يطلعوا من بعض لان في حق اهو محشورين هنا، فدي مشكله. يمكن معناها انه مش هيطلعوا بالطريقه التقليديه، ان انا ابدا اسحبهم لبره. طب ممكن يتصرف في الحالات ازاي؟ صاروخ يفورها. انا بقول لك شايف الاكس فيه ايه؟ الاكس بدا ايه؟ الاكس بدا يتنحت ويتجمع الحديد في مكان معين، طبعا بفعل السخونه، فهيبدا يبري، خلاص؟ بس يبري على خفيف طبعا، ويكون المبرد والصنفره ناعمين جدا عشان ما ياكلوش بشكل كبير من الحديد. طب هل هتطلع؟ ده لو غير الموتور احسن من كده. مش هتطلع، لان ممكن يكون حصل اعوجاج داخل البتاع، فاخر حاجه بيفور. كتبت اسمك في الغياب؟ كتبت اسمك في الغياب؟ ليه؟ جاي تاني؟ ليجار تسمية. بعض الاحيان بيحصل ان العمود نفسه اصلا بيتقصف حبه، بس ده بتبان ان كل شويه يكسر لك رمان بيلي، بس بعدين بتكتشفها يعني. بس هي ليها اختبارات تانيه مش بتلاقيها في الورش عندنا، انه يشوف اتزان الشفط.
التانية برضو لسه هيبدأ يحاول فيها راح يفورها بالمرة برضو. بس تخلي بالك أي لمسة للكوميتيتور غير موبينة، ارمي الموبينة دي وهات واحدة تانية، ده لو كان فيه أصلا. ده اللي كان عامل ايه؟ اللي كان عامل صوت عالي في البداية. ما رضيش تطلع، مش هتكلم على البتاعة الصغيرة، ما رضيش تطلع معاه. ما هو عمل كده الكبيرة المفروض يعمل كده، هو قال لك اريح دماغك، انت لما جاب الصاروخ من بره. طيب خليكم معايا يا شباب. حد بيسأل على حاجة؟ صوت يا شباب، الصوت. طيب دي مروحة تقريبا اللي في المعمل، حد فاكر نوعها ايه؟ سوري، المكنسة اللي في المعمل تقريبا توشيبا، مش توشيبا؟ كان اسمها غريب فعلا. طيب خليكم معايا يا شباب، هو هيبدا يفك زي ما انت فكيت في ال، طبعا بيطلع الكيس، الكيس اللي هو تعشيجه كده بيطلعها، وهيبدا يطلع الكفر من فوق. الكفر ده ليه لسان فلازم يفكه. في ايه؟ ايه الصوت ده يا شباب؟ الصوت ده ليه؟ صوت يا شباب بيبدا يزج بس اللسان عشان ما يتكسرش وانت بتشيله. اتفضل. نعم دي المفروض يكون فيها فوق لمبه يعني تنور. لمبه بيان، لمبه بيان، بيقول لك لمبه بيان عشان تقول لك ان في ممكن يحصل اوفر هيتنج في الموتور او في المكنسه، لان هي بتسحب تيار كبير، فهي ممكن تكون مرتبطه بالتيار، فيها مقاومه مثلا الجهد بتاعها لو دخل فيها اي فار على زياده عن حد معين تبدا تنور، حاجه زي كده. ما هو بيقول نفس الفكره. ايه لا هو حكينا هيفك المكنسه، هيفكها، لا هيفك المكنسه عشان يشوف تقريبا ان حد هتلاقي البرشز فيها بايظه، المكنسه مش هادئه الضوء، هو ما بينلناش هنا العيب ايه، بس تقريبا انا على حسب ما افتكر هنشوف بعد شويه. بيقول لك هو بيشيل المسامير، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه، وممكن تحت المفاتيح دي تلاقي برضه في ايه؟ في مسامير تانية، في مكانس فيها وفي مكانس لا. فهو هيفك المسامير دي، ولما يشيل المفاتيح هيلاقي تحت منها برضه ايه؟ خلي بالك وانت بتشيل ان دي كل واحده فيها سوسته. في مسمار مستخبى اهو، هيبدا يشيله برضو عشان يبدا يعري الموتور.
طبعا ده الموتور وده البيت بتاع السلك. حد يقدر يقول السلك ازاي بيتلم وبيتفرد؟ بيتفرد ماشي، بيتفرد ان انا بسحبه ايه تحت تاثير القوه العضليه تحت بيبدا يتفرد. بيتسحب ازاي؟ في سوست او في زنبلك. طب الزنبلك ليه ما بيلفش لوحده؟ لان في حاجه بتكلبشه في النص بتفضل واقفه، اللي هي ايه؟ الزرار اللي انت بتدوس عليه. لما تدوس عليه بتسيبه ان هو ايه؟ بتسيبه حر الحركه، فيبدا تحت تاثير الزنبلك يسحب السلك. اول ما تشيل ايدك يقف لين يبدا يكلبش فيه تاني وهكذا. فده البيت بتاع السلك، وده الموتور نفسه. طبعا المروحه في الحته دي، هو هيحط على اطراف الشربونه. هو بيحاطط جهد منخفض. الباشمهندس كان بيسال في الاول اختبر ازاي. هو حاطط جهد منخفض. لو انت عندك فاريبل باور سبلاي تقدر تحطه، او ممكن عادي تجيب محول، اي محول تشتريه 210 ل 220 ل 110 وتحطه عندك في الورش تخليه، او تستخدم لمبه السيريا. هيوصل على اطراف الشربونه ويبدا يجرب. احنا عايزين نشوف. المفروض ان هو اختبر الموتور. عايزين نشوف. يا جماعه هو حط ال 110 عليه لجي مش بيشتغل، كان ايه السبب؟ المفروض ان احنا في الحالات دي زي ما عملنا في الخلاط برضه نعمل كده. المفروض نعمل تيست ليه؟ تعمل تيست للمخدات اللي هي الكويلز بتاعت الاستيتور. خلاص بيكون في كويل للنورث كويل للساوث، او تختبر ايه؟ تختبر الشربون. خلاص فهو تحط على اطراف الشربون. هو المفروض هنا عمل الاختبار ده قبل ما يغيرها، بس فين؟ هيبدا يشيل الموتور ويختبره بره. دول الطرفين الكوردز اللي بيدخلوا على الكهرباء، ودول اللي بيتوصلوا على البراشد ويتوصلوا برضو على الستيتور الاثنين. فالمفروض ان هو كان يختبر البراشز ويختبر الكويلز. دي اللي شال منهم الكليبسات اللي كانوا في. هو استغنى خلاص عن الفيشه بتاعت المروحه بتاعت المكنسه، وبدا يحط الجهد بتاعه من بره اللي هو ال 110. هيربطه دول السلكتين بتوع الاستيتور، وفي نفس الوقت توازي مع ايه؟ مع البراشز اللي داخله على الكوميتيتور اللي هو الارمتشر او الروتر. هو كان ممكن يكون عنده في الورشة حاجة كروكودايل كده ويبدأ يوصلها دايركت ويريح نفسه. الغياب وصل فين يا شباب؟ باشمهندس
تعال خد اللي ما كتبش اسمه في الغياب، تعال خد الغياب. ايه؟ طب تعال انت خد الغياب. يبقى كده ايه؟ مش كده مش شغال يا شباب. هيبدا يشوف الشربونه ممكن تكون مش موصله للروتور حاجه، يفك المسمار بتاعها ويطلع الروكر اللي هو اسمه البراش روكر اللي هو البيت بتاع البراش. مش بالإرس، ماله الإرس؟ مش محتاج يوصل إرس لأن مش حامل بروتكشن دلوقتي. يعني أنا باخد سبب بعيد. هو بيبدا يحط البراش الثانيه ويقفل وهيركبه تاني. ماشي، هي دي مش واضحه قوي، دي معناها ان هو البراش كان فيها مشكله وهو غير البراش. اخر فيديو دي واضحة يا شباب، بصوا كده ركزوا معايا. ركزوا معايا، هتحتاج في الامتحان. طيب انا بحط على الطرفين دول، السيريا ما نورتش، يبقى كده ايه؟ قد يكون احد البراشز فيها مشكلة، اما التكلت او السلك اللي واصل منها مقطوع. فهيعمل ايه؟ هيوصل من الكورد لغاية البرش. اللي هو عايز يقول ايه يعني؟ قد يكون الكورد دي وصل لها كهرباء بس مقطوع بينها وبين ايه؟ بينها في المسافة اللي هنا اللي موصلة للبرش فيها قطع. فممكن تكون في سلكة مقطوعة، حاجة اتاكلت، حاجة اتقطعت، فيبدأ يختبرها. هل أصلا السلكة اللي موصلة من هنا لهنا سليمة ولا لا؟ فلما يحط زي كده يلاقيها نورت أهو. كده ما اشتغلش. هيحط بين السلك اللي واصل من الفيشه لغايه البرش. كده نورت. لو ما نورتش معناها ان البرش نفسها ايه؟ في قطع ما بينهم. طب لو نورت تمام يختبر الثانيه. طب لو الاثنين نوروا يبقى كده الكهرباء لغايه هنا واصله، يبقى اكيد مش داخله جوه على ايه؟ الكوميتيتور. يبقى ممكن يكون البرش متاكله في الحاله دي. يبقى قبل ما يفك البرش بيعمل التيست ده. كده عمل ايه هو؟ لما حط على الاثنين دول كده معناه الكوميتيتور متوصل، كده معناه الكويل بتاع الروتر حطيت على اطرافه ونور. كده معناها ان مش محتاج اقول لك ان في تاكل او ان البراش مش ملمسه الكوميتيتور، لا البراش ملمسه الكوميتيتور. يبقى واضح ان اكيد هيكون القطع في الحته دي. يختبر كده ويشوف. فعلا مش بتشرز الحته دي. يبقى دي الحته الوحيده اللي هي ايه؟ من هنا لهنا مش بتنور ايه؟ لمبة السيريا. معناها ايه؟ معناها ان فيها قطع. في اهو السلكه دي بتبقى يرفعها لفوق يلاقيها مقطوعه مش متوصله، محتاج ان هي تتوصل او تتلحن. خلاص؟ لا ولا حوار ولا حاجه. لا ولا حوار ولا حاجه. هو بس بيصفرها ويبدا المفروض
طبعا احنا قلنا ايه؟ قلنا ان احد الاسباب ممكن يكون الباور كوردز، ان اصلا الباور نفسها مش واصله للموتور، زي ما احنا شفنا اهو البراش السليمه ومش متاكله والكوموتيتور سليم في اخر فيديو، ورغم ذلك كان في قطعه في المسار ما بين الكوردز ما بين الحاجات بتاعت الباور او كابل او 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 المدخل الباور لغايه البراش، كان في قطعه فبدا ايه يلحمه وبعدين يدخله ايه يدخل الموتور تاني في المكنس. خلاص يا جماعه، في بعض الاخطاء الاخطاء الشائعه فين؟ في الفاكيوم كلين. ان شاء الله المفروض انك على الاقل شفت اثنين او ثلاثه منهم في المعمل المفروض، خلاص. وبناء عليه احنا عندنا ان شاء الله الامتحان